شكرا ماجد، ونرحب بكم في هذه النافذة الثانية هذا اليوم هنا من جنيف، التي سنتناول فيها آخر التطورات والمستجدات الخاصة بمفاوضات سويسرا. للحديث بشكل موسع حول هذه المفاوضات ينضم إلينا هنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي اليمني السيد جمال العواضي. مرحبا بك سيد جمال. اليوم نحن في اليوم الثالث لهذه المفاوضات، سمعنا في اليومين الأولين عن يعني بوادر إيجابية، ولكن حتى الآن لا بوادر يعني ترشح من هذه الاجتماعات. بناء الثقة هذا المحور الذي يتكلمون عنه كثيرا خلال الأيام الماضية، لم يكن هناك أي مبادرة من قبل الحوثيين، والدليل بأنهم لم يطلقوا سراح الشخصيات المهمة على سبيل المثال الصبيحي. حقيقة هذا المنطق الذي يتعامل معه الحوثيون برغم التوجه الواضح للتحالف العربي وللحكومة اليمنية الذي بدأ متفائلا كنوع من التفهم لمتطلبات الشعب اليمني، لم نستطع أن نفهمه. يعني أمس التقى ممثلي الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالحوثيين وطلبوا منهم إطلاق الأسرى. يعني الموضوع ليس موضوع صعب الحدوث بالنسبة للحوثيين، بل بالعكس يعني هم يجعلهم أمام المجتمع الدولي نوع من استعراض حسن النوايا في بداية أو ثاني يوم من المفاوضات. ولكن من الواضح أن هناك توجه لديهم إذا استمروا في هذا التعنت، لأن محمد عبد السلام طلب مهلة لي يعني المشاورة، ويبدو أنها تواصل مع جهات خارجية وعاد ليضع شروط، يعني يتعاملون وكأنهم هم المنتصرون وهم على الأرض الواقع، وموضوع الأسرى يعني في كلا الحالتين يعني حقيقة موضوع الأسرى غير مبرر. لماذا لا يعني كأنهم يتعاملون بمنطق عصابات وميليشيات وليس مجموعات تتحدث عن دولة وبناء دولة يعني ومستقبل. في هذه النقطة سيد جمال، يعني ما حدث من تبادل الأسرى في اليمن ليس له علاقة أبدا بما يحدث في جنيف في المفاوضات، بل إنهم اشترطوا الحوثيين بأن يعرفوا أو بأن تقدم الحكومة الشرعية قائمة بأسماء من يريد الإفراج عنهم، أي يعني عن أي حسن نوايا يتحدثون عنها. من الواضح أنهم فشلوا في عملية استقديم أي مبادرة لحسن النوايا، وللأسف أولا موضوع الأسرى الذي سلم هو معد له سابقا وليس له يعني علاقة بالمفاوضات، ولكن يبدو أن اختيار التوقيت هو اللي در الرماد على العيون. ولكن كان المطلوب الأساسي هو إطلاق الأسرى السياسيين على رسوم الصبيحي ومحمد رجب وشقيق الرئيس عبد الرب وآخرين ناشطين سياسيين وإعلاميين موجودين لدى الحوثيين. لماذا لا يطلق سلاحهم؟ يعني ما هو المبرر؟ هي إما أنهم يريدوا أن يلعبوا فيها كورقة، ولكنها ورقة لا يتعامل معها في ظل مفاوضات دولية ترعاها الأمم المتحدة إلا عصابات وميليشيات مسلحة وليست مجموعات تدعو إلى بناء دولة، أو أن مصير هؤلاء الأسرى غامض. وبكلا الحالتين الحوثيين يتحملوا مسؤولية كاملة عن مصير هؤلاء. ماذا عن الحالة الإنسانية التي يعرقلون ما زالوا يعرقلونهم في هذه المفاوضات؟ على المجتمع الدولي لها أن يتفهم هذا، أن الحوثيين استخدموا الوضع الإنساني فقط للوسيلة كوسيلة للوصول إلى جنيف وفرض شروطهم. يعني هم عبارة عن مجموعة انقلابية يعني قادوا في اليمن، قادوا اليمن والعملية السياسية في اليمن إلى نفق مظلم. الآن الذي يحدث الشعب اليمني يدفع تهور ثمن تهور الحوثيين وأيضا الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. وفي الحقيقة يعني نحن نستغرب كثيرا، يعني المؤتمر الشعبي العام وكنا نعول على الحكماء فيه، ولا أعتقد أن هناك حكماء، لأنه يبدو أنه علي عبد الله صالح حاول أن يستخدم الحوثيين كوسيلة ولكن تحول إلى أداة بيد الحوثيين للأسف. فنحن الآن على المجتمع الدولي الصورة واضحة أمامه في اليمن. نعم. والتقى ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن وسمعوا مباشرة هذا الرفض الحوثي لأي عملية سلام. أن كل طرف أن يتحمل هذه المسؤولية. نعم. نعم. لم يتبقى معي من زمن وقت، شكرا لك ضيفي هنا في جنيف السيد جمال العواضي الكاتب والباحث السياسي. شكرا.